أول شيء العلاج الوظيفي في المدرسة جزء كتير مهم من العلاج. كثير أطفال ممكن يكون في عندهم نقاط ضعف بمهارات الحركية الدقيقة، في مهارات الكتابة، في مهارات الإدراك البصري. هاي المهارات كلياتها العلاج الوظيفي بيساعد على تطويرها وتحسينها. مهارات الكتابة مثل مسكة القلم، إنه يقدر يكتب الأحرف والأرقام بالطريقة الصحيحة بدون ما يكون الحرف مقلوب مثلاً بالاتجاه الصحيح، السايز والبرسبشنز المقاسات تكون متناسبة مع بعض. هذا بالنسبة للهاند رايتنج سكيلز أو مهارات الكتابة. كمان مهارات الإدراكية مثل الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية كتير مهارات مهمة في الجانب الأكاديمي، وكمان بيساعد على تحسين مهارة حل المشكلات والتحليل المنطقي للأشياء. وكنت معكم إسراء حمد، أخصائية العلاج الوظيفي من كيدز هارت ميديكال سنتر.